كل عام وأنتم بخير. بمناسبة شهر رمضان الكريم رح نتحدث عن أمراض الغدة الدرقية في رمضان. المرضى المصابين بأمراض في الغدة الدرقية بإمكانهم بإذن الله أنهم يصوموا خلال شهر رمضان بدون أي مشاكل، ولكن الدواء الثايروكسين اللي هو تعويض عن نقص الغدة الدرقية يجب أخذه على معدة فاضية، وبالتالي ما بصير أنه نأخذه مع الأكل، المفروض أنه يؤخذ على الأقل بعد ساعتين من الوجبة وقبل ساعتين قبل نص ساعة من الوجبة التي تليها، وبالتالي قبل موعد السحور، ولا يتم أخذه مع أدوية أخرى ولكن لوحده بدون أوقات الطعام، وبالتالي بإمكان المريض أنه يصوم بشكل صحي وسليم بإذن الله.